وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن ترزقنا فيه الفقه في الدين، أن تعلمنا فيه ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، هذه دورة حول مناسك الحج، نعم، بالتنسيق بين مركز مشكاه وبين دار السلام للحج. أسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. الحج رحلة العمر إلى عرفات الله، يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات. نعم، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات. هذه أشواق الحج. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. هذه تعزية لمن عجز عن الذهاب بجسده. لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. ولما لا تكون هذه المشاعر المتأججة؟ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحول هذه الرحلة الطيبة المباركة سوف نقضي هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله. ومعنا مترجم شاعر باللغة الإنجليزية، فهو ليس فقط مترجم عادي بل مترجم وشاعر، وسوف يجد الناطقون بالإنجليزية يعني من حلاوة عباراته ومن حسن كلماته ما أرجو أن تجدوا فيه متعة طيبة بإذن الله. تفضل أحيي بهذه المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. So the Sheikh was saying that today is a workshop on Hajj, on the rituals of Hajj, in coordination with Dar es Salaam and Mishkah Center together. And Hajj is the journey of a lifetime. And the Sheikh mentioned a number of verses of poetry speaking about longing to go to the Hajj and longing to perform the rites. And of them is the person who wants to go but does not have the ability to go, who said, O you who are traveling to the rites, you travel in body and we travel in spirit. We stayed out of excuse and inability, and whoever stays for an excuse has truly embarked on the journey. And in a Hajj that is performed has no reward except for paradise. And the person who performs Hajj returns like the day their mother gave birth to them. And so we will embark on discussing the rituals of Hajj. إن أول ما نتحدث عنه الاستعداد للحج، بين يدي الحج، أن تصلح ما بينك وبين ربك عز وجل بالتوبة الصادقة، أن تستعد نفسيا، أن تستعد معنويا، أن تستعد روحيا بالتوبة الصادقة بشروطها المعروفة، التوبة الخالصة النصوح، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى إن شاء الله، ثم التخلص من التبعات ورد الحقوق، تخلص من المظالم، لأن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. تفضل. So the first thing to be done is preparation. And when discussing preparation, the first step is that a person reconciles their affairs with Allah subhanahu wa ta'ala, that they make tawbah or that they repent. And in repentance, you have a sincere repentance. And a sincere repentance requires that a person reconciles with the past by regret and reconciles with the present by refraining from committing the sin, and reconciles with the future by intending to never fall into that sin again.
and reconciling their affairs between them and others by returning that which has been taken or that which has been usurped to those who are who those rights are due to. المسألة الثانية في الاستعداد للحج ما يتعلق بالحقوق الودائع الديون لابد أن تكتب وصية قبل سفرك تبين فيها هذه المعاني التي لا تعرف إلا من قبلك يعني ثمة حقوق ثابتة في أوراق ووثائق هذه لا يلزم أن تدون في وصية أما الحقوق التي لا تعرف إلا من قبلك والتي إذا سبقت إلى لقاء ربك ضاعت على أصحابها هذه لابد أن تضمنها في وصيتك بارك الله فيك. طيب اللي عليه دين ممكن يحج ولا لا؟ هل يمكن للمدين أن يذهب إلى الحج؟ الدين الذي يمنع من الحج له جملة مواصفات، أولها أن يكون حالا، فالدين المؤجل لا يمنع من الذهاب إلى الحج، لكن بشرط أن لا يؤثر الذهاب إلى الحج على سداده. إن كنت إذا ذهبت إلى الحج فما كنت مدخره للوفاء بهذا الدين سوف يذهب. يبقى أول شرط في الدين الذي يمنع من الحج أن يكون الدين حالا. الأمر الثاني ألا يأذن من له الدين، من صح أن الدائن رجل صالح ودينه حال ورأى في مدينه الشوق إلى الحج والتطلع إليه فأذن له رغم أن دينه حال، فهو صاحب الحق، له أن يأذن وأن يتنازل عن حقه وأن يسمح لمدينه بالذهاب. الأمر الثالث أن لا يوجد عنده ما يكفي لسداد ديني. ما هو أنا نعم مدين ودين حال، لكن عندي فلوس جاهزة يستطيع الدين أن يستوفي حقه في أي وقت، وأستطيع أن أوكل أهلي عصبتي وكلائي أن يقوموا بسداد الدين نيابة عني. الأمر الثالث أن أو الأمر الرابع أن يكون الحج من مال الشخص. طيب أنا مدين ودين حال، لكن جاتني منحة، دخلت في مسابقة فأكرمني الله فيها فكوفئت عليها برحلة حج. هذا الحج ليس من مالي الخاص ولا يؤثر على أموالي الدائن ولا على التزاماتي نحوه، فهذا لا يمنع من الذهاب إلى الحج. So the second issue has to do with rights. So debts and entrustments. So if a person has, for example, rights that are not known except to them, if that person were to travel to Hajj and then something were to happen to them or they were to perish and those rights were unknown to anyone except for you, then that person must have those rights documented and they must be entrusted in that person's will. Now, if a person has a debt, can they perform the Hajj? Debts that prevent Hajj have a number of descriptions. The first is that debt is something that's due. If it is something that has time, if it's a debt that's delayed, then it won't affect that person's ability to go to Hajj. But if it is a debt that is due, then that may be something that's preventative, unless by going, that debt will not be able to be repaid. The second is that the one who, if the debt is due, the one who that debt is owed to grants permission for that person to go. So if that person, even though the debt is due, but that person grants that person permission to go, then that is fine. As for the third, الثالثة شيخ فاتت عليه. نعم حبيبي. الثالثة. ألا يوجد عنده. ألا يوجد عنده ما يكفي لسداد دينه. So if that person does not have that which would be sufficient for paying back their debt, that is the third scenario. And as for the fourth, that the Hajj be from their wealth. And so the Sheikh gave the example of a person who, for example, receives a prize. And if they receive a prize to go to Hajj, it's not something that's coming out of their own wealth. Rather, this is something that has been granted to them. And so in that case, it wouldn't harm either. اختيار الرفقة الصالحة. اختيار الرفقة الصالحة في الحج مسألة مهمة جدا، واحذر من الصحبة الفاسدة التي تشجع على الباطل وتزينه إلى نفسك، أو صحبة البطالين
الذين يقضون أوقاتهم فيما لا ينفع في الآخرة. وقد ذكرنا مرارا أن فقه ما بعد الأربعين ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل عمل لا ينفعك في آخرتك ينبغي أن تتخلص، أن تتخفف منه وإن كان من المباحات. بعد هذا التفقه في أحكام المناسك. قبل أن تذهب لابد أن تأخذ دورة في الحج حتى تعرف كيف تؤدي الحج أداء صحيحا، ما محظورات الحرام، ما أركان الحج، ما واجباته، ما سننه، ما مستحباته، حتى تكون على بصيرة فلا تقع في محظور قد يبطل حجك أو ينقص ثوابه وأنت لا تدري. بارك الله فيك. Still on the topic of preparation is the choice of good companionship. That it's an important issue that a person be careful of bad friendship or those who encourage evil or beautify it or those who don't invest their time in the hereafter. And the Sheikh mentioned that he had mentioned from before that the fiqh or the wisdom of those who are after 40 is that they leave that which doesn't benefit in the hereafter. That at that time frame, if it's something that will not benefit that person in the hereafter, that they don't invest any in their time in that. Also, in preparation, learning the rituals of Hajj, that a person learns how to do it properly, that a person learns what are the pillars, what are the obligatory matters, what are the recommended matters, what are the prohibited matters, that a person not fall into doing something that might take away from the reward of their Hajj or invalidate it while they are unaware. بعد هذا التهيئ للإحرام. وعندنا تعبيرين، ثمة تعبيران ينبغي أن نفرق بينهما، الإحرام والتهيئ للإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، كأن تكون عند الميقات فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا، بهذه الكلمة دخلت في الإحرام. وهذه تشبه بالضبط عندما تقف في صلاتك لكي تحرم فتقول الله أكبر، دخلت في صلاتك بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيضا التحريم يعني الإحرام بالحج أو بالعمرة، عند الميقات تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة بحسب النسك التي توجهت لأدائه. لكن قبل هذا فيما يسمى بالتهيئ للإحرام، الاغتسال، أن تغتسل لكي يزول عن البدن ما علق به من الروائح الكريهة، الغبار، الأوساخ، لكي يكون نظيفا في استقبال هذه العبادة. أن يتخلص من التفث، الشعر الزائد، الأظفار، يبقى قص الأظفار، قص الشارب، أخذ ما تحت الإبط أو في مناطق العورة الخاصة من الشعر وغير ذلك من الأمور التي يتأذى بها، لأنه إذا أحرم سيكون ممنوعا من الاقتراب منها إلى أن يتحلل، وبالتالي حتى يكون مستعدا لذلك فيتهيأ لإحرامه بالتخلص من الشعر الزائد وتقليم أظافره ونحوه لكي يكون مستعدا لإحرام. الأمر الثالث التطيب في البدن وفي الرأس وليس في الثياب، ليس في ثياب الإحرام. لا يصلح أن تطيب ثياب إحرامك، لأن المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران أو مسه طيب. فعندما نتحدث عن الطيب يكون في البدن أو في الرأس. بعد هذا أن تتجرد من المخيط والمحيط، ولعايذة تفسير. المقصود بالمخيط والمحيط ما كان مفصلا على قدر البدن كاملا كالقميص بالنسبة للرجل أو الجلباب بالنسبة للمرأة، أو ما كان مفصلا على قدر عضو من الأعضاء كالقفاز مثلا بالنسبة للمرأة لا تلبس قفازين، وكذلك الرجل. أي شيء مفصل على قدر البدن سواء بخياطة أو من غير خياطة لا يجوز ارتداؤه. افترض ان واحد فيه نسج كده، نسج يعني ثوب،
ليس فيه خياطة قط، نسج، هذا لا يزال ممنوعا، لا يزال محرما على المحرم ألا ترتدي ما فصل على قدر البدن كله أو على قدر عضو من أعضائه، سواء أدخلت فيه خياطة أم لم تدخل فيه خياطة. يبقى أن تتجرد من مثل هذه الملابس، أن ترتدي رداءين، الإزار ما يستر النصف الأسفل من الجسد، والرداء ما يستر النصف الأعلى، ما يكون على الصدر والظهر، ما يوضع على الكتفين، اللي هي الإحرامات العادية التي نعرفها جميعا ونحرم فيها جميعا. نحن نؤكد على هذا المعنى لأن بعض الناس يقول أي حاجة فيها خياطة ما ينفعش تلبسها، هذا ليس بصحيح. المقصود ما كان مخيطا على قدر البدن أو على قدر عضو من أعضائه. افترضي أن الرداء أو الإزار في تانية متخيطة، ماشي الحال، مقطوع رقعته برقعة مخيطة هذه الرقعة، ماشي الحال، مش مشكلة المخيط كمخيط. المخيط يعني ما كان مفصلا على قدر البدن كله أو على قدر عضو من أعضائه. فضل يا حبيبي. Okay, so a number of things. Now we're entering into the ihram and the preparation for ihram. And ihram is the desire or the intention to enter into the rituals. That a person is at the miqat, which, or is one of the ihram places. Miqat is an ihram place. And that person says, Labbaik Allahumma hajja, O Allah, here I am intending a hajj. Or here I am, O Allah, intending a umrah, depending on which ritual that person is intending. And in doing so, that person has now entered into this state of ihram. Exactly like when a person is entering into prayer, and in that motion where they say Allahu Akbar, now they have entered into the states of the prayer, and they do not emerge from the state of the prayer until they say Assalamu Alaikum, and now they have actually exited into the prayer. And so when a person is in the state of ihram, or when a person is at the miqat and they desire to enter into the ihram, then that's what they say. But before that, there's what's called preparation for ihram. And how does a person prepare for ihram? A number of items. Number one is by bathing. Number two is by grooming themselves, clipping their nails, removing hair from their armpits and from their pubic areas. Because once they enter into ihram, then it's going to be prohibited for them to actually do that. They won't be able to clip their nails anymore or anything like that. And so that person before, this is the preparation for ihram. Also, the issue of perfume, that a person places perfume on them before they enter into the ihram. And when we say perfume, meaning perfume that is placed on the body and on the head, and it is not placed on the ihram itself, on the clothing itself. Rather, it's not allowed to put it on the clothes itself, that a person places their perfume on their body, on their limbs or on their head. Also, the avoiding of sewn clothes in the ihram. And Sheikh is saying what is intended by this concept of sewn is that which has been sewn to fit the body. For whether it's intended to fit the entire body, like the qamis that the men wear, or like the jilbab that the women wear, something like that, or something that has been sewn to fit a part of the body, like the gloves that men wear or women wear. And he says what is not intended is the issue of whether any sewing has actually happened on the garment. So for example, he gives the example of the rida and the izar. And the rida is the part that is worn on top, and the izar is the lower garment that we all are familiar with when a person wears ihram. It is not to say that, for example, if it has a patch on it, right, there's a hole in it and someone sews a patch on it, that now it is something that's sewn and it's not allowed to be worn. Rather, what is intended when we say this concept of sewing is that it be sewn for fitting the body in a particular way, in a particular manner. في هذه الفقرة نتعلم محظورات الإحرام. إذا أحرمت عشان تبقى جاهز، إذا أحرمت ما هي الأشياء التي عليك أن تجتنبها، لأن اقترابك منها إما أن يوجب إثما وإما أن يوجب فدية أو أن يوجب الإثم والفدية معا.
تنقسم هذه المحظورات إلى ثلاثة أقسام. قسم محرم على الذكور والإناث جميعا، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. أما المحرم على الرجال والنساء جميعا فنبدأ بإزالة شعر الرأس بحلق أو غيره، ويلحق به بقية شعر الجسد إذا في صدره على يديه في أي منطقة من مناطق الجسد. فأول محظورات الإحرام إزالة شعر الرأس بحلق أو بغيره، هذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هنشوف اللي عنده عذر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر الآية الكريمة. تقليم الأظافر أو قصها، وهذا قياسا على حلق الشعر، يعني لقد ورد النص في النهي عن حلق الشعر، ثم ألحق أهل العلم بحلق الشعر يعني قص الأظافر أو تقليمها. استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به، يعني حتى الصابون الممسك الذي له رائحة ينبغي أن يجتنبه، وفي صابون معين بلا رائحة يقدم للحجاج، والقائمون على الحج لا يقصرون في هذا والحمد لله. أيضا عقد النكاح، أنت تجردت من الدنيا الآن توجهت إلى عمل أخروي بحت. المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينفع يتجوز يعقد عقد الزواج، ولا يكون ولي لامرأة في عقد الزواج، ولا يخطب امرأة، يتجرد عن هذا كله. نعم، لحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون وليا لامرأة في عقد الزواج، ولا يخطب. وبعدين الجماع ومقدماته، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع أو مقدماته كالتقبيل والضم والمباشرة بشهوة ونحوها. هنشوف الجماع ده له أحكام خاصة بها، أحيانا يبطل الحج بالكلية وأحيانا نقدر نعالج. إذا وقع قبل الحج، إذا وقع قبل التحلل الأول، إذا وقع قبل التحلل الأول فهذا مشكلته ضخمة جدا، لأن بيبطل الحج، ويلزمك أن تمضي في حجك الباطل الفاسد هذا، ويلزمك أن تقضي من العام القابل وعند الملكية السنة الجاية، نفرق الاثنين دول عن بعض عشان ما يرعوش في المطب ده مرة تانية. يبقى إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول، التحلل الأول بيبقى إمتى؟ بيبقى يوم إيه؟ العيد، ان انت رميت الجمرة وحلقت مثلا او قصرت، هذا تحلل الاول. اذا كان قبل هذا فهذا يبطل الحج ويوجب بدنه، يعني ناقة او بقرة، ثم يوجب ان تمضي في حجك الفاسد وان تقضي من العام القادم، ونفرق بين الاثنين عشان ما يغلطوش مرة تانية. كل هذه التبعات مترتبة على الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول. أما إذا وقع بعد التحلل الأول، يعني يوم العيد بعد ما رمى وحلق وغير هدومه ولبس واستعد ينزل لمكة عشان يطوف ويسعى، أغوته نفسه الأمارة بالسوء فوقع في شيء من هذا، هذا يوجب الإثم لكن لا يبطل الحج، وعليه شاة في هذه الحالة، ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره سبحانه وتعالى. تفضل يا حبيبي. So now when we talk about avoidable actions, actions that must be avoided while in a state of ihram, each action will either bring about sin or bring about expiation or bring about both of them. So either sin or expiation or both of them. So there are some that are forbidden for men and women together, and there are some actions that are forbidden for men alone, and there are some actions that are forbidden for women alone.
As for the actions that are forbidden for men and women together, the first of them is the removing of hair from the head, whether it is by shaving or otherwise. And not only off of the head, but the rest of the body also. Because Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, and do not shave your heads until the sacrificed animal has reached its place of slaughter. And whoever amongst you is ill or has an ailment of the head, a ransom of fasting. So that is the first. The second is the trimming of nails while in a state of ihram is something to be avoided because it has been given the same ruling and it takes the precedence of the hair. The third is using perfume. And even scented soap is not allowed. And the Shaykh mentioned that the pilgrims are offered and gifted unscented soap. As for the fourth, that is marriage. And the Prophet ﷺ said, it is reported by a Muslim, that the one who is in ihram does not get married and is not the wali over anyone getting married and does not propose. Either of these three is not allowed for the person who is in ihram. And then the last is intercourse. And Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever goes out to the Hajj, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. And rafath is intercourse and that which precedes it. And if a person were to fall into this in the Hajj, before their first exit from the Hajj, the first tahallul, and that is on the day of Eid, when that person leaves their state of ihram, he said that if a person goes and falls into this while in that state, then their affair or their problem is actually a huge problem. What does it do if a person falls into intercourse before leaving or exiting their state of ihram on the day of Eid? It, number one, negates their Hajj. It negates the Hajj. Number two, they must still perform the rest of their Hajj. Number three, they must perform the Hajj again the following year. Number four, they must offer a camel or a cow. And number five, according to the Malikis, that they separate between the two the next year. That they separate between the two so that they don't fall into this again. So this is all that happens if a person falls into intercourse before making their first tahallul or exiting out of their state of ihram on the day of Eid. If a person falls into it after they have exited from their state of ihram, so they've shaved their head and they're heading towards Mecca to make tawaf, then it brings about sin, but it does not negate the Hajj. And that person must offer a sheep. ما سبق ذكره محظور على الرجال والنساء جميعا. فما الذي يختص بالرجال وما الذي يختص بالنساء؟ يختص بالرجال تغطية الرأس بملاصق. المرأة تغطي رأسها كما تشاء، بل يجب أن تغطي رأسها. أما الرجل لا يجوز أن يغطي رأسه بملاصق. يعني كطاقية، كعمامة، كغترة، أي شيء يضع على رأسه مباشرة، هذا من محظورات الإحرام. أما بغير ملاصق، مسك شمسية يستظل بها من الشمس، أو دخل خيمة، أو ركب باص له سقف. وبعض أهل البدع لهم تصور خاص خاطئ في هذه المسألة، فيمتنعون من كل شيء يظلل رؤوسهم حتى سقف السيارة، فتعد لهم سيارات بلا سقف، لأن عندهم اجتهاد خاطئ في هذه المسألة. والدليل على أن المقصود بالمنع تغطية الرأس بملاصق ما ورد من قول أم حسين رضي الله عنها، نعم، حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه وفي رواية فيستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. فهذا يدل على أن الممنوع فقط تغطية الرأس بملاصق كالطاقية أو العمامة ونحوه، أما ما وراء ذلك فلا حرج. له أن يحمل متاعه على رأسه، ممكن يشيل الشنطة على دماغه وإن غطت رأسه، له أن يأخذ غطس في مية وإن غطى الماء رأسه، لأن كل هذا لا يقصد به الستر غالبا. طيب،
الأمر الثاني لبس المخيط، وإحنا قلنا المقصود بالمخيط ما كان مفصلا على قدر البدن عامة أو على قدر عضو من أعضائي. بس في مسألة يعني لطيفة هنا، افترض أن أنا ذاهب إلى الحج وليس معي إلا الثوب اللي أنا لابسه ده، أنا لابس ثوبه فوق وتحته ثوب آخر، أنا ما عنديش، ليس عندي رداء ولا إزار، أخلعهم وحط واحد على كتفي ولف التنع على وسطي، it's okay. ولا يمنع من صلاحية هذا كون هذا مخيطا ومفصلا على قدر البدن، لأني لم ألبسه على اللبسة المعتادة. لو أنني خلعت هذه الجبة ووضعتها على كتفي من غير أن ألبسها، وخلعت ثوبي هذا ولففته على الجزء الأسفل من بدني من غير أن ألبسه، هذه الهيئة مقبولة جدا، ولا يمنع من ذلك كون هذا الثوب في الأصل مفصل على قدر البدن، صحيح، لكني لم ألبسه على الهيئة المعتادة، لما وضعته على كتفي هكذا ولففته على نصف الأسفل هكذا، it's okay. ده تأكيد على معنى المقصود بكلمة المخيط. يبقى الذي يختص بالرجال تغطية الرأس ولبس المخيط أو المحيط على النحو الذي سبق تفصيله. تفضل يا حبيبي. So what was previously mentioned was that which was prohibited for the men and women together. As for what is exclusively prohibited for men, they are two. The first is the covering of the head. A person can't cover their head with anything that sits on the head. That does not mean that a person cannot use an umbrella, for example, or be under a canopy or a tent. But specifically wearing something on the head is that which is not allowed. The Sheikh mentioned that some of the people who innovated in this regard, they prohibited from themselves seeking any sort of shade. And so even the being shaded by the roof of a car, for example, they would not sit in, because they felt that they could not be shaded at all. However, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as reported by a Muslim, told us that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, while performing Hajj, would be going with Bilal and Usama, and one of them was leading his camel and the other was shading the Prophet sallallahu alaihi wasallam with his own garments. Habi had his own garment and he was shading Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the sun. And so there is nothing wrong with a person being shaded, but simply a person cannot cover their head with a garment that sits on their head. So that is the first. The second is wearing sewn clothes that are form-fitting. So here is an example that the Sheikh struck, which is that if a person is going to Hajj and they only have, for example, a thob, for example, or a qamis, what we know to be a thob, if that is the only thing that they had, they didn't have the rida and they didn't have the izah, they didn't have the normal ihram that we know, but they, for example, had two. You had the outer one and he had the inner one that he wears, and he took them both off and he wrapped them around his waist and over his shoulders in the form that they wear. He said that there is absolutely nothing wrong with that, and that is perfectly acceptable because it is not being worn in the normal fashion. And so this emphasizes the point that was mentioned earlier, that it is not about whether it is sewn or not, but it is about whether or how it is worn. الذي يختص بالنساء أيضا أمران، النقاب والقفازان. لا تنتقب المحرم ولا تلبس قفازين، لا تنتقب ولا تلبس قفازين. النقاب مفصل على قدر الوجه، والقفازان مفصلان على قدر اليدين، لكنها لا بأس أن تغطي يديها من البرد أو من الحر، أو إذا كانت تعتقد وجوب ستر وجهها ويديها، وتلك قضية خلافية كما تعلمون عند أهل العلم. فإن كانت مما تعتقد يمكن أن تستر وجهها بأن ترخي طرف ردائها أو طرف خمارها على وجهها، أو تصنع هكذا إذا مر بها رجال أجانب. يعني ليس المحظور تغطية اليدين أو تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، تغطيتهما على نحو خاص بالنقاب أو بالقفازين. وأم عائشة بتحكي بتقول كان إذا مر بنا الرجال ترخي إحدانا طرف جلبابها على وجهها حتى يتجاوزها يعني الرجال، فترجع تزيل هذا الرداء وتكشف الوجه مرة أخرى. يبقى النقاب والقفازان هما المحظوران الخاصان بالنساء. نعم، كما أن تغطية الرأس ولبس المخيط المحظوران الخاصان بالرجال.
So as for that which is prohibited on women, it's also two things. The first is the niqab, and the second is the wearing of gloves. The first is the niqab, and the second is the wearing of gloves. And the Sheikh says there's nothing wrong with her covering her hands from the cold or from the heat or something like that. But the idea here is the wearing of these form-fitting gloves, and also the niqab, wearing that form-fitting face covering. As for if a person believes in the obligation of covering the face, then that is a well-known difference of opinion, as you all are aware of. And this does not mean that she cannot cover it, but that she cannot cover it in that particular fashion. And Aisha radiallahu anha said that when she would be approached by men, or when she would see men, she would cover her face. But the idea is that she covers her face in a manner that is not the niqab, and that she covers, if she were to cover her hands, that she covers it in a way that is not the gloves. طيب استكمالا لهذه النقطة إذا وقع المحظور حد حلق راسه حد قلم يعني قلم أظافره وضع طيبا وقع شيء من هذه المحظورات إيه اللي يحصل؟ ما الذي يترتب على فعل محظور من هذه المحظورات؟ والله نحن أمام حالات ثلاث. إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فلا شيء عليه. واحد نايم وهو نايم جاب البطانية وغطى بها لف جسمه كله زي الكرومبة كده دخل جسمه كله جوه البطانية هو متعود ينام كده فهو ظل وهو مستيقظ كاشفا رأسه لما نام سحب البطانية ولف بها جسمه كله طول الليل واستمتع طول الليل بتغطية رأسه وبدفء البطانية هذه طب استيقظ ايه الحل ومجرد ما يستيقظ فقط يزيلها من على رأسه يكشف رأسه وما وقع أثناء نومه لا تثريب عليه لأنه قد رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ واحد ناسي واحد جاهل الحكم الشرعي فعل محظورات الإحرام نسيانا أو جهلا أو إكراها أو أثناء النوم ليس فيه إثم ولا فدية لا يأثم شرعا ولا تلزمه فدية الثاني أن يفعل المحظور هذا عمدا لكن لعذر يبيحه واحد محتاج أن يحلق شعره عنده مشكلة في دماغه قملة أو مشكلة كذا يحتاج معها إلى حلق شعره طيب إذا حدث هذا يبقى ينتفي الإثم وتبقى الفدية لقول الله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك المريض معذور اللي عنده أذى معذور لكن هذا العذر لا يسقط عنه الفدية يبقى من فعله لعذر سقط الإثم وبقيت الفدية طيب الأمر الثالث أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر هذا مسكين هذا آثم رقم واحد وتلزمه الفدية المقررة شرعا رقم اثنين طيب ايه هي الفدية الفدية تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام في حال ليس فيها فدية عقد النكاح لو واحد تزوج نكح أو أنكح ليس على هذا فدية تحدث أهل العلم عن بطلان العقد لكن لم يتحدثوا عن فدية تلحق هذا الذي نكح أو أنكح في نوع ثاني فدية كبيرة بدنة أو بقرة الجماع قبل التحلل الأول ما فديته ما جاء في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بقية المحظورات بقية المحظورات وإن اختار أن يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لوقوعي في محظور من محظورات الإحرام يفرق لحمها على الفقراء ولا يأكل منه شيئا البديل إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو أن يصوم ثلاثة أيام فهذا هو الواجب في فعل محظورات الإحرام بارك الله فيكم عشان ننتقل بعد كده هذا للدخول الآن سنبدأ
نعمل عمرة مع بعض أو نعمل حج مع بعض إن شاء الله بعد ترجمة هذه الفقرة. تفضل يا حبيبي. كان الرابع شيخ، هل كان في رابع؟ أيوه كان في رابع. لا هذا الذي هذا الذي ذكرته. طيب. So we have here completing this issue. What happens if a person does any of these things? What then if a person cuts their nails or their hair? Then there's three scenarios. The first scenario is that a person was forgetful or sleeping or forced or ignorant. So the example that was given is if a person, for example, covered their head while they were sleeping. That's just the normal. They pulled the blanket over their head. And so now their head is covered. And then when that person wakes up, they remove the blanket from their head. Now they're worried because their head was covered. This person, there's no harm on them. There's no harm on any of these categories. A person is forgetful, sleeping, forced, or ignorant. Because the pen has been lifted on three. And one of the people who the pen has been lifted over is a person who didn't know. Or sorry, a person who is sleeping. A person who is sleeping. And so if a person is ignorant or sleeping or forced or had forgotten, then there is no sin and there's no expiation. So this is the first category. The second category, or the second scenario, is someone who does something intentionally but has an acceptable excuse. So an example of that is a person, for example, who has lice in their hair, and so it forces them to shave their head. This person has an acceptable excuse. There is no sin, but they must pay an expiation. And that is because Allah subhanahu wa ta'ala says, and whoever amongst you is ill or has an ailment of the head, making shaving necessary, they must offer a ransom of fasting 3 days, or charity, or sacrifice. As for the third, this is a person who does something intentionally with no excuse. And this person is sinful and must pay an expiation. And what is the expiation? It's divided into a number of categories. The first is some have no fidya. Some of the things that people fall into, it has no expiation. And that is, for example, a person who gets married while they're in a state of ihram, or they marry someone as they're already in a state of ihram, there's no fidya. Although the scholars spoke about this contract being invalid, no one spoke about any issue of an expiation that they pay. The second is intercourse before they have exited from the first state of ihram. And this was the early one that we discussed that has a expiation of a camel or a cow. And the third is a person who does any of the other issues that a person should avoid. And this person must then offer a seventh of a camel or a cow, a seventh of a camel or a seventh of a cow, or feeding six people. النوع الرابع الذي أسقطناه ولم نقف عنده الصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولأن الناس لا يشغلون أنفسهم بالصيد في الغالب فقد تجاوزنا، لكن في كلمة موجزة، لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا في الحرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يعني من قتل حمامة، الصحابة حكموا بأن عليه شاه. إن لم يقدم شاه، عنده خيار آخر، أن يقدم قيمة هذه الشاه ويوزعها طعاما على الفقراء والمساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو أن يصوم يوما مقابل كل مسكين وجب عليه أن يطعمه. فالله جل وعلا ذكر هذا في كتابه الكريم في سورة المائدة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. So the Sheikh is saying that the last point, or the fourth point, is that of hunting. That you do not hunt while you are in a state of ihram. And people mostly don't do that anymore. And hence this we can briefly say about it, that a person cannot kill any game while they are in a state of ihram. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says in Surah Al-Ma'idah, verse 95, O you who have believed, do not kill game while you are in a state of ihram, and whoever of you kills it intentionally,
the penalty is an equivalent from sacrificial animals to that which he killed, as judged by two just men amongst you, as an offering to Allah delivered to the Kaaba, or an expiation, the feeding of needy people, or the equivalent of that in fasting, then he may taste the consequence of his deed. الآن بإذن الله تعالى سوف نبدأ معا في الخطوات العملية للحج والعمرة. فأعيروني أسماعكم جيدا. كل اللي فات ده كان تجهيز، تهيئة، إعداد. الآن سنبدأ من الناحية العملية في تقديم المطلوب من الحاج أو المعتمر. ابتداء الأنساك ثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. ما معنى إفراد؟ أن تحرم بالحج وحده. إذا بلغت الميقات تقول لبيك اللهم حجا، وتظل على إحرامك إلى أن تتحلل يوم العيد التحلل الأول، ثم يعقبه التحلل الثاني بعد الطواف والسعي. النوع الثاني قال القران، والقران أعماله كأعمال المفرد تماما. الفرق بينهم النية، بدلا من أن تقول لبيك اللهم حجا تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، إنما الأعمال واحدة. فقط يلزمك أن تقدم هديا لأنك جئت بنسكين في سفرة واحدة. التمتع وهو أفضل أنواع النسك الذي يوصى به، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه معه، وما منا من أحد يسوق الهدي في هذه الأيام. وبالتالي التمتع بالنسبة للناس جميعا تقريبا هو أفضل أنواع النسك. ما هو التمتع؟ أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج، تخلص إذا وصلت مكة ساعة زمن تخلص العمرة وتتحلل وتستمتع بحلك إلى أن يأتي يوم 8 اللي هو يوم التروية، لتحرم بالحج من بيتك مرة أخرى. ده طبعا يلزم أن تكون وصلت مكة قبل يوم 8، صح ولا لا؟ لأنك إذا وصلت يوم 8 انتهى وقت العمرة وبدأ وقت الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الحج بدأ ما في عمرة. إذا لم تصل مكة إلا يوم 8 ليس أمامك إلا أن تكون مفردا أو قارنا. ولأنك استمتعت بنسكين في سفرة واحدة يلزمك هدي كما يلزم القارن. لكن في نقطة جميلة هنا، الحقيقة نقطتان: من كان مقيما في مكة لا يلزمه هدي التمتع. أنا عشت في مكة 6-7 سنوات، بنعتمر على مدار العام، يمكن في أشهر حج اعتمرنا مرتين ثلاثة، وجاء الحج حججنا، لكن لا يلزمنا هدي التمتع. لماذا؟ لأننا مقيمون في مكة. إن هدي التمتع إنما على الآفاقي القادم من الآفاق الذي تمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمر ثم تحلل ثم أحرم بالحج في نفس السفرة. افترض إن واحد طيار عمل عمرة في أشهر الحج ورجع إلى بلده، ورجع تاني بعد شهر، بايش طيار، أي واحد عادي، أي واحد بيزنس مان ولا حاجة، إذا رجع إلى بلده قطع التمتع. فإذا حج في عامه هذا لا يعتبر متمتعا ولا يلزمه هدي. إذا رجع إلى بلده، مش سافر، ما الناس كلها بتسافر من مكة بتروح المدينة، سفرة المدينة لا تقطع التمتع. الذي يقطع التمتع أن ترجع إلى بلدك، هذا أصوب وأوسط ما قيل في هذه المسألة. يبقى عندنا إفراد، عندنا قران، عندنا تمتع. هنبتدي نشرح حج التمتع بالتفصيل لأن هذا هو الذي نوصي به وهو أقرب هذه النسك أو أولاها، وينبغي أن يحرص عليها المسلم ما استطاع. تفضل حبيبي. So everything that we've described so far has been the preparation, but now we'll discuss the practical steps for the Hajj and Umrah. Firstly, there are three types of the Hajj. The first is what's called Ifrat, and this is the singular, where a person only intends the Hajj. That a person simply says, Labbaik Allahumma Hajja. They say, Oh Allah, here I am, I intend Hajj. And that's it. And that's the first type. The second is Qiran, where a person pairs a Umrah and a Hajj and does them all in the same ritual. There is nothing that is different
between the Qiran and the Ifrad, except for the actual person's intention, that they say, here I am, O Allah, intending a Hajj and a Umrah, as opposed to simply saying, I intend a Hajj, as the first scenario. And then the third is tamattu', and tamattu' literally means enjoyment. And this is the best type, and it's the type that Shaykh is recommending, and that's the one that the Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended. For those who are not bringing their sacrificial animals with them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam recommended this for those who are not bringing their sacrificial animals with them, and he's saying, who of us is bringing their sacrificial animals with them on their trip? And so in this form, you do a Umrah in the months of Hajj. So before the Hajj, you do a Umrah in the months of Hajj before the 8th day of Dhul Hijjah. And then after you complete your Umrah, which will take about an hour, you then enjoy your being outside of the state of Ihram until the 8th day, when you now enter again into the state of being a pilgrim. So to do this, you must reach Mecca before the 8th, because if you reach Mecca after the 8th, then you go straight into being in the state of Hajj. And Sheikh also talked about whoever lives in Mecca, then you don't have to have the hadi or the sacrificial offering of tamattu' because you live in Mecca. And he also struck the example of a person who does Umrah in the months of Hajj. If a person does Umrah in the months of Hajj and then returns back to their land, wherever country they come from, if a person flies back and then flies back to Hajj, by returning back to their homeland, they have actually cut off, their tamattu has been cancelled out. That status of tamattu has been cancelled out. And the Shaykh said, this is specifically if a person returns back to their homeland. However, if a person simply continues to travel, so for example, everybody, they travel to Mecca, they perform Umrah, and then they travel to Medina. And that's a travel, it's a journey. However, that does not cut their state of being, or that does not cancel out their state of being in tamattu. Journeying does not cancel it out. Specifically, what cancels it out is returning to a person's base or to their country. Bismillah. سوف نبدأ الآن حول الحديث التفصيلي عن حج التمتع. لقد ذكرنا أن حج التمتع أن تحرم بالعمرة أولا. نسك منفصل. تحرم بالعمرة تؤديها تتحلل منها ترجع حلالا كما كنت. العمرة أركانها الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي. الإحرام نية الدخول في النسك، لكن يلزم أن يكون من الميقات، فإن أحرمت من غير الميقات فقد فاتك واجب من الواجبات يجبر بدم. ما هي المواقيت؟ وقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة بالإجماع، وقتل أهل المدينة ذا الحليفة، وقتل أهل اليمن يلملم، وقتل أهل نجد قرن المنازل، وقتل أهل مصر والشام الجحفة. ثم قال هن لهن، أي لأهل هذه المناطق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وأجمعت الأمة على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، واختلف هل هو ميقات منصوص عليه أم هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو لمن أتى عليها من غير أهلها ممن لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له أن ينشئ الحج أو العمرة. واحد مقيم في جدة واخذ تأجيل خروج وعودة، ذهب إلى بلده ورجع، رجع عشان يشتغل، رجع لأنه مقيم هنا، بيته وأولاده وأهله ومحل إقامته. طبعا هو جاي مر بميقات، بس هو لم يكن يريد الحج أو العمرة، مين لي الأصل أنه راجع إلى عمله إلى بيته إلى أهله. ثم جاءت أيام الحج فقال لك وينط، خليني كمان أحرم مثل زي غيري من الناس. فهو عندما جاءها لم يكن يريد الحج أو العمرة، لكنه بدا له أن ينشئ حجا وعمرة فينشئها من بيته، لأن جده دون المواقيت، داخل حزام المواقيت. من كان دون هذه المواقيت يحرم بالنسك من بيته بالحج، حتى أهل مكة
يحرمون بالحج من بيوتهم، إلا العمرة بالنسبة لأهل مكة يجب أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يروح التنعيم ماشي، يذهب إلى عرفات ماشي، يخرج خارج إطار الحرم فيحرم ويدخل محرما إلى مكة إذا كان يريد العمرة من مكة وهو من أهلها أو من المقيمين فيها. هذا بالنسبة للمواقيت، عشان النقطة الأولى أن تحرم بالنسك من الميقات. الآن نتحدث عن إحرام بالعمرة، إذا وصلنا الميقات نقول لبيك اللهم عمرة، وقد تكون عمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذه أول نقطة وأول مشهد، أول موقف، ثم تتبعه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية المعروفة. طب واحد يقول ما أنا خايف لما أوصل الميقات أكون نايم من التعب السفر، أو غافل، أو مش واخد بالي، فقد يفوتني الميقات فيلزمني دم، فيه مانع أحتط قبلها بساعة أو بساعتين أحرم؟ لا، ما فيش مانع، لا مانع أن تحرم قبل الميقات تحرزا من أن يفوتك الميقات بخطأ أو غفلة أو نسيان أو نحوه، لكن إن كنت يقظا حذرا فالأولى أن يكون إحرامك من الميقات إذا حاذيت الميقات لبيك. وفي العادة رحلة الحج القائمون على الخدمة في الطائرات وفي البواخر يعلنون أننا الآن بمحاذاة الميقات، بل ينبهونك قبل، سنمر بالميقات بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق، حتى تكون جاهزا ومتهيئا لأن تحرم من الميقات. لكن لا بأس أن تحرم قبل الميقات يعني بقليل، فأنت بتتهيأ للحج من بيتك، وإذا حازت بك وسيلة الانتقال منطقة الميقات تحرم عندها وقضي الأمر والحمد لله، وكده دخلت في العمرة، دخلت في النسك بقولك عند الميقات لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك. So now we'll talk about Hajj التمتع in detail. And that begins by performing the Umrah by itself and completing it. So Hajj التمتع, a person enters into the state of being mu'tamir, or someone who's performing the Umrah, and they complete it all, and then they exit from their state of being a pilgrim. And the Umrah's pillars are number one, Ihram, number two, Tawaf, and number three, Sa'i. Ihram is entering into the state of being a pilgrim. Number two, Tawaf is circumambulating around the Kaaba. And number three, Sa'i is the brisk walking between the mountains of Safa and Marwa. Ihram is the intention of entering, and it must be from the miqat, and the miqat is the ihram sites. And if you do it after, if a person puts on ihram after the miqat sites or the ihram sites, then that person must offer a sacrifice. Well, what are the ihram sites? There are 4 places that are agreed upon and were instructed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself. The first is Dhul Hulayfa, and that is the ihram site of the people of Medina, and the second is Yalamlam, and that is the ihram site of the people of Yemen, and the third is Qarn al-Manazil, and that is the ihram site of the people of Najd, and the fourth is Al-Juhfa, and that is the ihram site of the people of Egypt and Syria. And there are 4 of them, and whoever passes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, these are the ihram sites for their people, and whoever passes them from any other people. So anyone who is from these places or is passing through these places, this is their ihram sites. And then there is that irq from Iraq, for the people of Iraq, and there's a difference of opinion on whether that is something that was initiated by Umar ibn Khattab. Nonetheless, whoever enters in through any of these places, or what is equal to these places or parallel to these places, and that is their miqat. Jeddah is not a miqat except for those people who are the residents of that city. Jeddah is not a miqat or an ihram site except for those who are its residents or those who did not come for that purpose. Meaning if a person has come to Jeddah for any other reason, and then while there, they have now thought or they decided or they intended for the first time that while I'm here, then let me do a umrah. In that case, that person can then intend the pilgrimage from there.
Why? Because Jeddah is within the orbit of the ihram sites. Whoever is inside the orbit, no matter where they are inside, even the people of Mecca, then they will make Hajj from that site, wherever they actually reside. Even the people of Mecca, they actually intend Hajj from within their houses. As for Umrah, for the people of Mecca, then they must exit from the sanctuary of the Haram. And they do that for the Umrah, specifically for the Umrah of the people of Mecca. Then they come out of the sanctuary of the Haram, either by going to a Tan'im, or either by going to Arafah, or what have you. But they exit the sanctuary of the Haram before intending to come back and make the pilgrimage. And this brings us back to the first point, the first practical step of the Hajj or the Umrah, is that a person makes Ihram. They then pronounce Labbaik Allahumma Umrah. If they are intending Umrah, they say, "Oh Allah, here I am intending Umrah." And then they continue on with the rest of the statement that they make. What if a person is afraid? They say, if I reach the miqat, I'm on a flight, for example, and I'm really tired, I'm really exhausted, I might sleep for a few hours. What if I'm afraid that I'm going to miss the ihram site? Can I put on my ihram before by a couple of hours? The Sheikh said, if a person is afraid of missing it, then there is no problem in doing so, that a person puts it on out of fear of missing it. However, if a person knows that they're going to be awake and they're going to be alert and they're going to be cautious, then it's best that they put it on when they actually reach the ihram site. They don't put on their ihram earlier before. And he said, on most airlines that offer these Hajj services, as well as ships or whatever mode of transportation, these commercial modes of transportation, they will announce to you and they will remind you that the ihram site is approaching, or the in 5 minutes or 10 minutes or what have you. And this is the discussion on ihram. Bismillah. لو أن أحد من الناس تجاوز الميقات بغير إحرام يعمل إيه؟ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم منه. إن عجز يحرم من مكانه ويلزمه دم. إن استطاع أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه فقد أدى ما عليه، وإن لم يرجع ولم يتمكن من رجوعه إلى الميقات يحرم حيثما تذكر، أو يحرم حيثما أنشأ إحرامه بعد تجاوز الميقات في النقطة التي هو فيها، ويلزمه دم يذبح في مكة يوزع على فقراء الحرم. طيب، إذا بلغ المحرم إلى البيت يبتدئ بالطواف مباشرة، ما فيش حاجة اسمها ركعتين سنة المسجد قبل الطواف، تحية البيت الطواف، تدخل مباشرة إلى الكعبة وأنت في ردائك وإزارك، وتبدأ في كشف كتفك الأيمن. هذا خطاب للرجال، يكشف كتفه الأيمن، يعني يجعل الرداء يمر من تحت إبطه ويضع طرفه على كتفه الأيسر، فيظل كتفه الأيمن مكشوفا، اسمه الاطباع. ثم يطوف بالبيت سبعا في حاسمها الرمل في الثلاثة أشواط الأولى، إسراع في السعي في المشي مع تقارب الخطى إن أمكن ذلك، حين الزحام الشديد جدا لا يمكنك من ذلك، لكن إن تمكنت فلا ينبغي أن يفوتك هذا. تستلم الحجر وتقبله إن استطعت بغير مزاحمة، وإلا اكتفيت بالإشارة إليه من بعد. كلما وصلت إلى الحجر الأسود انتهيت من شوط يبدأ منه وينتهي إليه، فإذا وصلت إليه قبلته إن استطعت، أو أشرت إليه من بعد إن عجزت، وتدعو أثناء طوافك بما تيسر لك، بمن دفعت إليه نفسك. أما الكتيبات التي توزع دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، كل هذا لا أصل له من السنة. فقط انتبه، ما بين الركن والمقام، ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، الدعاء المعروف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادعو بمن دفعت إليه نفسك.
بما تتذكره من الأدعية المأثورة، وها هنا تسكب العبرات، وها هنا تسكب العبرات، ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، ولا أظنك أني إذ علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. هذا من أعظم مقامات المناسك، والحجاج فيها أقرب ما يكونون إلى الله عز وجل وإلى مغفرته ورحمته. انتبه أيها الحبيب، لا يكن همك مسك الموبايل وبتصور نفسك وبتصور الناس، ما تخليش دي تسيطر عليك ويبقى أنت الفكرة أنك بتحجج الآيفون، بتحج أنت، لا أنت بتحج أنت. فانتبه، لا يجعل همك التصوير، همك أن تجمع قلبك على ربك في أداء هذا النسك. ومن أعظم مواقف النسك الطواف بالبيت بالنسبة لي العمرة، وإلا فإن أعظم مشاهد الحج إنما هو عرفة، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذا فرغت من الأشواط السبعة تركع ركعتين عند مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالثانية وفي الثانية بقول هو الله أحد. إن عجزت وكان المكان مزدحما ففي أي موضع من الحرم يكون أقرب ما يكون إلى هذا المكان ما استطعت. إذا فرغت ترجع لكي تشير لتستلم الحجر أو لكي تشير إليه، ثم تتوجه إلى الصفا والمروة لتأتي بالركن الثاني من أركان العمرة، وهو السعي بين الصفا والمروة. الحقيقة الركن الثالث، الأول هو الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي. في مسألة لطيفة هنشير إليها بعد ترجمة هذا الجزء إن شاء الله. So if a person passes through the ihram site without ihram, then they are required to go back to that station or that site. If they can't, then they place or they start ihram from their place. They start the pilgrimage from their place and they offer a sacrifice, something to be sacrificed in Mecca and distributed amongst the poor of Mecca. The person then starts with tawaf. When they enter into the haram, they start with tawaf, the greeting of the house. And there is no other greeting of the house other than tawaf. A person doesn't pray two rak'ahs, for example, like when you're entering into any other masjid. The greeting of the haram itself is the tawaf of that house. And that's specifically for the men, that they uncover their right shoulder. They uncover their right shoulder and they cover their left in that moment. And then they begin their second, their seven circumambulations around the Kaaba. And if they have the ability to do so, that they do brisk walking, taking short steps while brisk walking, if a person has the ability to do so. And if they sometimes can't, then that's fine. That a person then, at every station that they come past the black stone, that they either kiss it or touch it. And if they can't, that they simply point towards it at the beginning of every round. At the beginning of every round, and making dua while they are making their rounds around the Kaaba. And if a person is making dua, that this is a moments of making dua, but that a person makes dua simply with what they are inspired to say in these moments. And there is nothing that is authentically reported. These books that exist that say in the first round make this dua, in the second round make this dua, in the third round make this dua, these are not authentically reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, a person should make dua with whatever they are inspired to say in those moments. However, what is between al-rukn al-yamani, which is the third, or it's basically the last section before they come back in front of the black stone, that here it is recommended that a person make the famous dua, Rabbana atina fid dunya hasana, O Allah, grant us goodness in this world and grant us goodness in the hereafter, and protect us from the hellfire. That they make this supplication. As for the Sheikh's advice also, is don't be someone who's very concerned about selfies and recording. Don't be someone who sends their iPhone on Hajj and they forget to make Hajj themselves. Rather, you're the one who's there to make Hajj, so make sure that you are focusing on yourself and making and recognizing the greatness of this act of worship that you are performing, which is tawaf. And then when a person finishes their seven rounds,
that they pray two rak'as behind the maqam or the station of Ibrahim alayhi salam, and that they recite in those two rak'as al-kafirun and surah al-ikhlas. However, if they can't pray because the place is very packed, it's very crowded, that a person then goes anywhere in the haram and they pray those two rak'as, and then they point again at the black stone and then go to the Safa and the Marwa, where they are going to commence the Sa'i, which is the third pillar of the Umrah, which is translated as brisk walking. المسألة اللطيفة التي وعدتكم بالحديث عنها قبل حديث عن السعي بين الصفا والمروة ما يتعلق بالوضوء. الوضوء شرط في صحة الطواف عند جماهير أهل العلم، وعلى من انتقض وضوءه أثناء الطواف أن يخرج لتجديده، فإن شق عليه الخروج لشدة مرض أو شدة زحام، موج الناس يومئذ يموج بعضهم في بعض، كتل بشرية ضخمة جدا جدا، على ما يقطع كل هذا الموج البشري ليخرج من الحرم ليصل إلى الحمام ويتوضأ ويرجع تاني، يعني قد ييده بعض كبار السن أو بعض المرضى مشقة فوق الطاقة، تفوق التحمل، تفوق قدراته وطاقاته، يمكن أن يكمل طوافه بغير وضوء تقليدا لأبي حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني وهو يقول إني حديث الطواف بالبيت صلاة لم يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس رضي الله عنهما. تبقى هذه رخصة تستخدم في أضيق الحدود لمن يعاني من شدة مرض أو كبر ينشئ مشقة بالغة في أن يقتحم طوفان البشر المحيط بالكعبة ويجزت يخرج من الكعبة كلها ويذهب إلى مكان الوضوء ويرجع تاني مرة أخرى. هذه رخصة تستخدم في أضيق الحدود وعند الحاجة الشديدة، وإلا فالأصل والأقرب للتقوى والأرضى للرب عز وجل أن تؤدي طوافك بطهارة، بوضوء، بطهارة كاملة تامة، وبوضوء من أول الطواف إلى منتهى. خدي حبيبي عندك. So saying an interesting issue before discussing sa'i is with regards to tawaf, the circumambulating around the Kaaba, is the issue of wudu. And wudu is a prerequisite for tawaf according to the majority of the scholars. So what then if a person breaks their wudu while they are making tawaf and they must go to renew it? What if a person, for example, has broken with their wudu while they're making tawaf and the place is incredibly crowded, and for that person to then go from the place of tawaf or around the Kaaba to the bathrooms and there's just a sea and waves upon waves of people, what should they then do? Sheikh's mentioning that a person can continue to make the tawaf if they are in these types of dire circumstances, that they continue to make the tawaf. And this is based on the opinion of Imam Abu Hanifa, which was also followed by Ibn Taymiyyah and amongst the contemporary scholars, Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on all of them. The hadith that the tawaf is salah, that tawaf is salah, is not authentically reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it's actually a statement of Ibn Abbas. And so this concession here, this concession is to be used in these types of circumstances in which it is incredibly difficult and incredibly dire. Other than that, the better station and the more pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala and the more righteous is that a person when they make tawaf, that they make tawaf in a state of both physical purity and ritual purity and upon perfect and complete wudu from the beginning to the end. الآن مع الركن الثالث من أركان العمرة السعي بين الصفا والمروة. نعم يتجه المعتمر بعد ذلك إلى الصفا والمروة فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويدعو ثلاثا ثم ينزل من الصفا فيمشي إلى الحلم الأخضر
ثم يسعى سعيا حثيثا بين الميلين الأخضرين متعلمين بأنوار بين مش محتاجين أي دلالة والحمد لله، ثم يواصل مشيا عاديا حتى يبلغ المروة فيستقبل القبلة، ثم يقول ما قال على الصفا فيمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة إلى أن يتم 7 أشواط، وينبغي عليه أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. والدعاء كما قلنا أفضله من دفعت إليه النفس، والأدعية المأثورة المحفوظة الواردة في السنة النبوية المطهرة. الآن أنت فرغت من أعمال العمرة، بقي عليك التحلل إما بالحلق أو التقصير، هذا خطاب للرجال، أما النساء ليس لهن حلق، لا يجب ولا يشرع، لا يجب ولا يجوز. النساء تقصير فقط بقدر أنملة، تجمع شعرها كله تقص منه بقدر أنملة، أما الرجال فهم مخاطبون بالحلق أو التقصير. والحلق أفضل، لكن لأنك مقدم على الحج بعد بضعة أيام قصر هنا فقط، وادخر الحلقة للشعيرة الأكبر، فاجعل حلقك في الحج واجعل تقصيرك للعمرة. والتقصير مش عنك تأخذ شعرة من هنا وشعرة من هنا، لا، التقصير تقصر من، يعني تحاول أن تعمم بالتقصير الرأس كله ما استطعت. إذا فعلت ذلك فقد فرغت من عمرتك وعدت حلالا كما كنت، تستمتع بكل أنواع المحظورات التي حظرت عليك من قبل بسبب الإحرام إلى أن يأتي يوم 8 من ذي الحجة، فنبدأ رحلة الحج ونبدأ أعماله. وأقترح على حضراتكم تغضوا فاصل 10 دقائق، تعمل ريفرشمنت لعادي، يشرب مية أو يشرب شاي أو في بعض المرطبات، عشان نبدأ الرحلة الكبيرة، رحلة الحج، بعد هذا الفاصل إن شاء الله. So the third pillar of the Umrah is the brisk walking or the sa'i between the Safa and the Marwa, and that a person climbs on the Safa and faces the Qibla and then descends walking briskly between the green lights. There will be some green lights that you will see as you are walking, and whenever you are between these green lights, that you briskly walk, and then once you pass out of that state, out of that area, then you walk normally, and then when you're in between them again, that you walk briskly like that. And then he says, when you get onto the Marwa, that you say the same thing that you said on the Safa, and that the best supplications that you make are those that you are inspired to say in those moments, and whatever is authentically reported from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so you begin on the Safa and you go back and forth until you complete 7, so that you end at the Marwa. And then when you are done, there is nothing that is left except for one thing for you to exit your state of pilgrimage or your state of being a pilgrim. And that is for the men shortening their hair or shaving. And there's no shortening of the hair or shaving of the head for women. It is only for the men. As for the women, what they do is they cut what is the length of a fingertip from their hair. And for the men, that they shave or trim their hair. Now for the men, shaving is generally better, but because you are now going to be going towards Hajj in a little while, it is better for you to trim your hair and to leave the shaving for what will come after, inshallah ta'ala. And so once that is done, now you have exited the state of being a pilgrim, and you are now free to do all of the things that you were able to do before you entered into the state of being muhrim, or being a state of being a pilgrim. And you, everything is permissible for you until the 8th day, when the journey of Hajj starts. And now, inshallah ta'ala, we're going to take a 10-minute break and come back, inshallah, for the journey of Hajj.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من دورة مناسك الحج التي تقام بالتعاون بين مركز مشكاه وبين شركة دار السلام للحج. انتهينا في الجزء الأول من الحديث عن مناسك العمرة، الآن سنبدأ في الحديث بإذن الله تعالى عن مناسك الحج. وأعمال الحج تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة، اسمه يوم الترويع. كانوا بيترووا فيه من الماء، بيجهزوا الماية التي يعدونها ليوم عرفة. نحن نتحدث عن الزمان الماضي عندما كان المياه تنقل، الحمد لله الدنيا الآن غير الدنيا والوسائل ميسرة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يوم الثامن من ذي الحجة الحاج يتجهز للإحرام بالاغتسال وبما سبق شرحه، يتجرد من ثيابه العادية، يرتدي ملابس الإحرام، يتطيب قبل إحرامه في بدنه وفي رأسه كما قلنا، ثم من بيته من منزله من فندقه حيث يقيم يحرم بالحج لبيك اللهم حجا، ثم يشرع في التلبية مباشرة. يخرج من مكة إلى منى قبل الزوال صبح كده الساعة 9 الساعة 10، يتوجه إلى منى لكي يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي، قصرا في الرباعية، قصرا بغير جمع. وناخد فرصة عشان نقول القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. القصر سنة ثابتة للمسافر، أما الجمع يستخدمه عند الحاجة. ومن ثم من كان مقيما في منى ما عندوش عمل تاني غير هو يذكر ربنا ويأكل ويشرب وينام، فما عندوش عمل تاني، فليس هناك ما يلجئه إلى الجمع. إن احتاج إليه لتعب يمكن أن يجمع، لكن الأصل أن يوم التروية يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. يبيت بمنى في هذه الليلة، والمبيت بمنى في هذه الليلة ليس من واجبات الحج. أحيانا تقتضي بعض التراتيب الإدارية تركه لبعض الناس ويخرج إلى عرفة مباشرة، لا حرج، لم يسقط واجبا من واجبات الحج ولا يفسد عليه حجه بذلك. افطاد لأي ترتيب إداري شركة الحج أسقطت هذا الإجراء، أسقطت هذه الخطوة وأخذت حجاجها مباشرة إلى عرفات، الحج صحيح. لكن ينبغي أن يحافظ الناس على السنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حج أمام الأمة كلها، حج أمام الصحابة، حوالي 120 ألف من الصحابة، وقال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. هذا عمل يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، تتجهز للإحرام، تحرم من بيتك أو من فندقك، تطلع إلى منى تقيم فيها وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتبيت هذه الليلة، صلي فجر اليوم التالي. وفي اليوم الثاني بعد طلوع الشمس يوم 9 يوم عرفة تتوجه إلى عرفة. هنقول نعمل إيه في عرفة بعد ترجمة أعمال اليوم الثامن. So now we begin the journey of Hajj. And the actions of Hajj begin on the eighth day of Dhul Hijjah, which is called the day of watering or the day of getting water supplies. And this is because on the eighth day, traditionally, that is what they would do. They would get the supplies or their water that they would need to stay in Mina and for Arafah. But alhamdulillah, now we're not in a scenario where we need to go and try to gather water or what have you. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for that. As for what the pilgrim would do, the pilgrim would get rid of the clothes that they're wearing, and they would wear the ihram, and they would put on
perfume on their body before putting on the ihram, and all of the things that we mentioned before. As for when they would declare their pilgrimage or from where they would declare their pilgrimage, they would declare it from wherever they're at, whether it's in their house or whether it's in their hotel. They would say, Labbaik Allahumma Hajjan, O Allah, here I am declaring the intention for a Hajj. And then they go on with the rest of the Talbiyah. And then they emerge from Mecca towards Mina before the sun reaches its zenith on the eighth day. And they pray Dhuhr and Asr and Maghrib and Isha and Fajr of the next day, Qasr and not Jama'. The four Raka'ah prayers, Dhuhr, Asr and Isha, they pray Qasr, meaning that they pray them in two Raka'ahs. And the Shaykh said that he wanted to take this moment to say that Qasr is an established Sunnah and Jama' is a transient concession. Meaning that if there is no purpose for the Jama', person is sitting in their tent, they're not going anywhere, and so there's no reason for a person to combine the prayers. Jama' is a transient concession. It's a concession given due to circumstances, and when the circumstances pass, then the person should no longer pray Jama'. As for Qasr, then Qasr is an established Sunnah, and so a person should pray Dhuhr, Asr, and Isha as shortened prayers. And the Shaykh then says that on the ninth day that they head out towards Arafah after the sunrise. الآن نبدأ أعمال أهم يوم من أيام الحج وأهم ركن من أركانه. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج في كلمة فقال الحج عرفة. لماذا قال الحج عرفة؟ لأن عرفة الركن الذي لا يعوض. الوقوف بعرفة الركن الذي لا يعوض. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. يعمل ايه هنشوف، لكن ان فقد الوقوف بعرفة فقد فقد الحج هذا العام. فأرجو ان نهتم بهذا الركن جدا وان نحافظ على صيانته جدا. اذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة يتوجه الحجيج الى عرفات. بعد زوال الشمس بعد دخول وقت الظهر يعني يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا ليتفرغ بقية يومه للذكر وللدعاء. ووقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، من زوال الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر، كل هذه المسافة الزمنية وقت متاح ومقبول لأن تقف فيه بعرفة. لكن على من وقف بعرفة نهارا ألا يفيض منها، ألا ينفر منها إلا بعد غروب الشمس ليجمع في وقوفه بها بين الليل والنهار. وبطبيعة الحال السلطات المنظمة للحج تمنع الحجيج من أن ينفروا من عرفة إلا إذا غابت الشمس. فهذه المسألة مرتبة القائل أنت ماشي مع طوفان من البشر ومع موج يضبط لك أعمال الحج بصورة تلقائية وعفوية. لكن احرص يعني واهتم أن يكون وقوفك داخل عرفات. وعرفات لها أعلام ولها منارات ولها حدود معروفة، فأرجو أن تتأكد من هذا إن شاء الله. طيب، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، نمر حج خلاص. طب ماذا يفعل؟ يتحلل بعمرة ويقضي هذا الحج فيما بعد في العام القادم أو على ما يتيسر له، ثم يقدم هديا إن لم يكن قد اشترط. في واحد يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واحد مريض تحسن قليلا قال بسم الله نحج، بس الله أعلم قد يدهمه المرض بصورة مفاجئة. شاكك يا ترى التأشيرة دي خدها من شركة، يا ترى صحيحة ولا إيه ولا وضعها إيه؟ عنده شك في أن يتمكن من الدخول لإجراء إداري أو لسبب صحي أو لخوف وسبب أمني لأي سبب من الأسباب،
فيصلح له وينبغي له أن يشترط. يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حبسه حابس يتحلل وصلى الله على محمد. أما إذا لم يكن قد اشترط وحبسه حابس يتحلل ويقدم هدياء. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يبقى من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة ويقدم هدي وبالسلامة. السنة الجاية إن شاء الله يجتهد يأتي محرما بالحج لكي يتدارك ما فاته في عامه هذا. يوم عرفة أعظم أيام الحج. الوقوف بعرفة أعظم مواقف الحج. فلا ينبغي أن تشغل عن الذكر ولا عن الدعاء في هذا اليوم. احذر من السوشياليزيشن والمؤانسات والمجابرات الكلامية، وكل واحد بيحكي قصص حياته وبيعقد بيزنس على عرفة، وهم التصوير وهم الكذا، تايه مش واخد باله، غافل عن أعظم يوم وأعظم موقف وأعظم مشهد. لا ينبغي أن يفتر لسانك عن ذكر الله في هذا اليوم. وخير ما قاله النبيون في يوم عرفة والصالحون من عباد الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جهز أجندة مطالب، لأنك ستلتقي بأعظم لقاء وستقف في أعظم موقف. فكل ما يدور بخلدك تتشوف إليه نفسك، يتطلع إليه فؤادك، جهز نفسك كويس جدا لهذا اليوم حتى تبث ربك ما تشتكي منه، تبثه أوجاعك وأحزانك وآلامك وطموحاتك ومطامعك وكل ما تتطلع إليه من رحمة الله عز وجل. وربك جل وعلا لا يشغله صوت عن صوت، لا تختلط عليه اللهجات، لا تختلف عليه اللغات، لا يشغله نداء عن نداء، لا تخالطه الظنون، ولا يصف الواصفون، ولا تراه في الدنيا العيون، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا. سبحانه سبحانه، الملك والملكوت في قبضته، والرحمة والجبروت من شيمته. اليوم هذا أعظم أيام الحج، الموقف هذا أعظم مواقف الحج. إن الله يدنو عشية عرفة من الحجيج لكي يباهي بهم ملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أشعث أغبر متغرب متغبر متطرب اسكي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. لا ينبغي أن تنصرف من هذا المكان إلا وقد أفضت وأودعت كل ما تجيش به مشاعرك وكل ما يموج في نفسك من آلام وآمال وأحلام، بثها مولاك. من يعلم السر وأخفى، من هو أقرب إليك من حبل الوريد، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. تفضل يا حبيبي. The most important day of Hajj is the day of Arafah, the ninth day. The Prophet sallallahu alaihi wasallam restricted it all and specified it all and condensed it all, consolidated it all in the two words, Al-Hajj Arafah. The Hajj is Arafah. It is the pillar that cannot be redeemed. Whoever misses Arafah misses the Hajj. And so pay attention to that day greatly. The sun rises on the ninth, and then you go towards Arafah. And after the sun reaches its zenith, that you pray dhuhr and asr, qasr and jam', shortened and combined. That you pray it shortened, dhuhr and asr, at Arafah, that you pray dhuhr and asr shortened and combined. So that you can focus the rest of the day on making dhikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and dua, supplicating to Him. The time of the standing of Arafah is from Dhuhr on the ninth day until sunrise the next day. And whoever stays in Arafah during the day shouldn't leave it until sunset, so that they combine between standing during the day and the night. And usually the Hajj services don't let people leave Arafah until after sunset.
but to be very aware and cautious of where you stand. And the Shaykh is saying that you're making sure that you're standing within the boundaries of Arafah, and there are signs all over indicating where the boundaries of Arafah are. So pay attention to that also. And if a person misses Arafah, then they miss Hajj. So what should they do? They should then go and make Umrah to exit the state of being a pilgrim. That they perform Umrah to exit the state of being a pilgrim, and then they must make Hajj another time, and they must offer a sacrifice. Unless when they entered into the state of pilgrimage that they made a stipulation. And that stipulation is that they said, "O Allah, labbaik Allahumma hajjan, O Allah, I give you or I declare myself a pilgrim of Hajj to you, unless I am prevented by an obstacle. In which case, my emergence from the pilgrimage is wherever I face that obstacle." So wherever I am presented from going forward, that is where my emergence from the state of pilgrimage will be. So if a person puts forth that stipulation, well, what type of person will put forth a stipulation like that? A person who has some fear that they may not be able to continue their Hajj due to some obstacle. That obstacle, for example, could be illness. A person is ill and they are trying to perform the Hajj, but they're not sure of whether they're actually going to be able to go forward. So they're saying to Allah, they're placing that stipulation in their initial intention, and they say, "Oh Allah, unless I have the ability to go forward, then my exit from the pilgrim or the state of pilgrimage is wherever I am prevented or wherever I last stay." And so this person then, if that illness prevents them from going forward, then they are allowed to exit from their state of pilgrimage in that state. Or he gave another example, the Sheikh gave the example of a person who's not sure about their visa. So they're not sure, you know, they're making the intention, but they're not sure if their visa is going to allow them to enter into the country or what have you. And so they put forth that initial stipulation so that wherever they meet that obstacle where they're not able to go forward, that they are able to exit the state of pilgrimage. So if a person initially put forward that stipulation in their original intention, and it is only allowed for those who have that type of fear or that type of expectation, then they are allowed to exit their pilgrimage normally. However, otherwise, a person must go and offer a sacrifice if they miss the day of Arafah. And then he says, if they don't and they miss it, they exit of the state of being a pilgrim. They exit the state of being a pilgrim with a Umrah, and they offer a sacrifice, and they try again the next year. And the day of Arafah is the greatest day of Hajj, and standing at it is the greatest moment. So beware of socialization and wasting time and everyone giving their life story and people who are making business transactions while at Arafah, or, you know, busying themselves with taking pictures and recording. It's the greatest day. It's the greatest moment. A person's tongue should not be exhausted from the remembrance of Allah. And the best thing that the Prophet ﷺ said, as well as the prophets before him, is La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. There is nothing worthy of worship except for Allah, having no partners. To him is the kingdom and to him is the dominion, and he is able to do all things. And also of the advice that is given is to prepare a supplication list. You want to write down everything that your heart can imagine, everything that you would aspire to ask from Allah subhanahu wa ta'ala in that moment, because everything that will pass in your mind, everything that you could want, prepare it so that you can share it with your Lord, your prayers, your dreams, your fears, your aspirations, your pain, that you share it with Allah subhanahu wa ta'ala, your Lord, who is not distracted by one voice over another, one language over another. He hears all and knows all, and the kingdom is all in His grasp. It is the greatest day of Hajj. And that is the day where Allah subhanahu wa ta'ala descends and He looks at the Hujjaj and He boasts to the angels about these pilgrims. And He says, "Look at my slaves who came dusty and disheveled. Bear witness that I have forgiven them." He says that to the angels, "Bear witness that I have forgiven them." And so a person should not leave the place of Arafah except that they have emptied out all that is in their heart of pain, dreams and hopes, and communicate it all with their Lord. الآن وقد فرغنا من أعمال يوم عرفة الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة إذا غابت الشمس أفاض الحجيج من عرفة إلى مزدلفة بسكينة طب إذا بلغ إلى مزدلفة جمع بها بين العشاءين يعني صلى المغرب والعشاء قبل أن يحط رحلة ثم يحرص على المبيت بها ما استطاع إلا إذا لم يجد مكانا في مزدلفة أو منعه الجنود ومنظم السير من المقام بها فلا شيء عليه لكن يرخص للضعفة
وأتباعهم أن ينفروا منها بعد منتصف الليل. الضعفة وأتباعهم، لأن أتباع الضعفة يحكمون يأخذون حكم الضعفة، المرضى وكبار السن والنساء والأطفال. ثم يصلي الصبح في مزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام، وفي إيجاب المبيت بمزدلفة خلاف فقهي، والقول بالاستحباب قول متوجه على كل حال، وهو قول عند الشافعية، لكن يحرص قدر الإمكان على أن يبيت بمزدلفة ما استطاع ليؤدي الحج على النحو الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أسفر جدا لكن قبل طلوع الشمس ينفر أو يفيض من مزدلفة إلى ميناء، إن تيسر له أن يلتقط حصى الجمال من مزدلفة فذلك حسن، وإن أخذها من ميناء أو غيرها فلا حرج. يتوجه إلى ميناء يوم عشرة، يوم النحر، ومعه حصيات، إن استطاع أن يلتقطها من مزدلفة ذلك حسن، إن لم يستطع يلتقطها من أي مكان. إذا وصل إلى ميناء بدأ بجمرة العقبة، أقرب الجمار إلى مكة وأبعدها من مزدلفة، يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد الثانية، من فعش يأخذ السبعة ويرميهم مرة واحدة، إن فعل تحسب واحدة فقط. ثم ينحر هديه إن كان، حاليا احنا بنعمل توكيل لشركات تتولى هذه المهمة نيابة عنا، هذا مشروع وفيه تيسير وفيه رخصة والحمد لله رب العالمين. وطبعا النحر هذا كما قلنا للقارن وللمتمتع. ثم يحلق رأسه أو يقصره، حلق للرجال فقط، أما التقصير فهو جائز يعني للرجال، وللنساء ليس للنساء إلا التقصير. الحلق أفضل بالنسبة للرجال، لا يجوز الحلق للمرأة، بل تقصر من كل شعرها قيد أنملة. فإذا رمى وحلق أو قصر فقد تحلل تحللا أصغر، يحل له به كل شيء إلا النساء. الترتيب الذي ذكرناه لا يلزم، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. وقت رمي جمرة العقبة الكبرى يبدأ من منتصف ليلة العيد إلى مغيب شمس يوم العيد، ويستحب للأقوياء أن يؤخروا الرمي إلى ما بعد طلوع الشمس. يبقى نلخص مرة تانية أعمال يوم العيد. هو نفر من مزدلفة إلى ميناء، يبدأ برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة. الضعف ممكن يوكل غيرهم، امرأة مريضة، رجل مريض، شيخ كبير، امرأة عجوز، يعجزها أن تذهب إلى المرمى، يمكن أن توكل غيرها. لكن الحقيقة أبشركم ووفقا لتجارب عبر سنوات كثيرات، المرمى أصبح ميسرا جدا وسلسا جدا، يستطيعه الرجال والنساء والكبار والصغار، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طب بعد أن رمى ماذا يفعل؟ الحلق أو التقصير. طب بعد أن حلق أو قصر الآن أصبح جاهز لأن يتوجه إلى مكة لكي يقوم بالطواف والسعي للحج، لأنه لسه ما طافش للحج، فيذهب يوم العيد علشان يطوف ويسعى، أو في اليوم التالي إن أعجزه ذلك. المهم أنه برميه للجمار
وبحلقه أو تقصيره تحلل التحلل الأصغر، التحلل الأول الذي يحل له به كل شيء إلا النساء. فإذا طاف وسعى تحلل تحللا أكبر، فحل له كل شيء حتى النساء. هذه أعمال يوم النحر. Now we come to the actions of the 10th day. And that is from passing from Arafah, that a person goes from Arafah to Muzdalifah in tranquility and serenity, combining between Maghrib and Isha there, and trying to spend the night if they can. If they're prevented, then there's no harm. Concession is given to the weak and those like them to leave after the middle of the night. The weak here, concession being given to the weak, and those who follow them in the ruling, whether that be the sick or women or children, and then that they pray Fajr in Muzdalifah and remember Allah subhanahu wa ta'ala in those moments, and before sunrise that they leave from Muzdalifah going towards Mina. And if they can get stones from Muzdalifah, then that's great, and if not, that they get it from anywhere else or get it from Mina. And then when they get to Mina, that they head towards Jamrat al-Aqaba, which is the furthest from Muzdalifah. And that's where they go and they do the casting of the stones, or Rami al-Jamarat. And that they, when they get there, that they throw the seven stones. And the Shaykh mentioned that you have to throw them one after the other. You can't throw them all at the same time. And then after a person has thrown or casted those stones, that they then go and they slaughter their offering. But now we simply delegate it to authorities that do it on our behalf. ماذا بقي من أعمال الحج بعد أعمال يوم النحر؟ بعد أن رمى الجمار وحلق أو قصر وطاف وسعى، الحمد لله أدى معظم أعمال الحج. الذي بقي عليه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار ثم طواف الوداع. بقيت ثلاثة أمور: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمار، وطواف الوداع في نهاية المطاف. نعم، يرجع إلى منى لكي يبيت بها ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. القدر الواجب للمبيت عند الجمهور مكث أكثر الليل، لا يلزم أن يبقى من المغرب إلى الفجر، بل مكث أكثر الليل. طب من ترك المبيت بمنى عليه دم، لأن المبيت بمنى من واجبات الحج، يجبر عند تركه بدم، إلا إذا كان معذورا لمرض أو لمرافقة مريض. واحد جاله ظرف صحي طارئ، نقيته إسعاف إلى المستشفى في مكة، فأقام أيام التشريق في مكة، فاته المبيت بمنى، لا شيء عليه لأنه معذور. أو تركه
لخدمة الحجيج الأطباء الجنود لا حرج قياسا على ما ورد من ترخيصه صلى الله عليه وسلم للسقاة وللرعاة أن يبيتوا خارج منى. يرمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، الأصل أن بعد الظهر، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالأولى الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة، ثم الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة، يدعو بعد الأولى والثانية، أما الثالثة فينصرف بعدها ولا يدعو. أيام التشريق كلها وقت للرمي. لو واحد ما تمكنش يرمي اليوم الأول، ممكن يقضي اليوم الأول في اليوم الثاني لأي سبب من الأسباب، لم يتمكن من أن يرمي الجمرات اليوم الأول، يمكن أن يعيد هذا أو أن يقضيه في اليوم الثاني، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. وقلنا تجوز الاستنابة في الرمي لمن عجز عن القيام عن ذلك بنفسه لمرض أو وهن بسبب كبر وشيخوخة ونحوه. طب واحد بيقول أنا رميت ست حصيات فقط مش متأكد من السبعة. من رمى بست حصيات فقط أو خمس فقد أساء، طبعا لخبط، ينبغي أن يرمي سبعا، لكن لا يلزمه بذلك دم، فقد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك. طيب، من فاته الرمي حتى انقضت أيام التشريق فإنه يجبر بدم. أما إذا كان لسه اليوم الثالث ما انتهاش يقدر يرجع ويرمي عن الأيام الثلاثة. الأصل في الرمي في أيام التشريق أن يكون بعد الزوال، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبس أصحابه حتى تزول الشمس، فإن زالت رمى وأذن لهم في الرمي وهو القائل خذوا عني مناسككم. لكن في خلاف فقهي في الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول يوم 12 أو يوم النفر الثاني يوم 13، ثمة أقوال يمكن تقليدها لأصحاب الأعذار عند الحاجة أو المشقة الظاهرة، فيرخص لهم في يوم النفر الأول والثاني في الرمي قبل الزوال، وهو قول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال طاووس وعطاء وعكرمة وإسحاق ابن راهوية. لكن ينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها، والمطلوب من شركات الحجيج أن توفر التسهيلات المطلوبة لأصحاب الرخص وأصحاب العزائم على حد سواء، يعني تكون التجهيزات والإمكانات معدة، من أراد أن يرمي قبل الزوال متاح، إذا كان معذورا يرمي بعد الزوال متاح ما دام قادرا، ينبغي أن توفر هذا وأن توفر ذاك، لا سيما وقد تراجعت الضرورة كثيرا بعد التوسعات الكبرى والإصلاحات المستمرة في أماكن المناسك، الأمر الذي جعل كثيرا من دعاوى الضرورة والحاجة الحقيقة يتراجع ليصبح لمجرد الترفه أو التنعم. تفضل يا حبيبي. So what then what is left after casting the stones and circumambulating around the Kaaba is spending the night in Mina. The last days of Hajj, a person is required to spend the night in Mina, cast the stones, and make the farewell tawaf. These are the three things that are left. Spending the nights in Mina, casting the stones, and making the farewell tawaf. How much of the night is intended or required to be spent in Mina? The majority of the night, according to the majority of the scholars, that the person spends the majority of the night. Whoever doesn't spend the night, they must offer a sacrifice except for a person who has an acceptable excuse. For example, a person who's ill or a person who leaves it because of the service of the pilgrims, such as a doctor or a soldier or what have you. Someone who's in the service of the pilgrims and so they don't spend the night in Mina.
As for casting the jamarat or casting the stones, it is to be done every day after the sun reaches its zenith, after every day after dhuhr, starting with the first one, which is the smallest one, and then going to the middle one, and then the last one, which is jamaratul aqaba, and making dua after the first and the second, but not after the third. And the days of tashriq are all for casting. And so if a person isn't able to cast on the first day, then they can make it up on the second day. And because these days are all for casting, it's also allowed to delegate it for those who don't have the ability. But the Shaykh has been reiterating that it has become so facilitated and has been made very, very easy for the hujjaj of all types and of all circumstances to be able to cast the stones. What happens if a person only casted six? If a person has only casted six or only casted five, they thought they had casted seven, they realized they had only casted six, then they have made a mistake. They must throw seven, but they have no sacrifice that they have to offer, because that was what was narrated from some of the companions. And whoever delays the casting until the days of Tashriq are over, so they miss those days, that person's mistake must be corrected by offering a sacrifice. And again, it should be done after the zenith, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he kept the Sahaba from casting the stones until the sun had reached its zenith, and then he went and he casted the stones, and the Sahaba casted as well. There's a difference of opinion about waiting until the sun reaches its zenith on the 12th and the 13th days. And the Shaykh said, combining between all of these, we can say that for those who have hardship, those who experience hardship, or those who are elderly, or those who are weak, that they are allowed to go and cast their stones from before the sun reaches its zenith. So they can go in the morning. And this is an opinion from Abu Hanifa and Tawus and Ata and Ikrimah and Ishaq ibn Rahaway, as well as an opinion reported from Imam Ahmad. Nonetheless, these are, and he's saying that organizers and those who are organizing Hajj, they should make these types of preparation where they, those who may have these types of hardship or those who may be excused to go and cast their stones early, that these types of preparations are made for them and are facilitated for them to go, for those who want to go early. And for those who have the ability and the energy, that it also be facilitated for them to go and cast their stones after dhuhr, so that both of these types of circumstances be prepared for and be facilitated for by Hajj organizers. And again, that hardship, much of what is considered to be hardship has actually been very, very facilitated. So people need to be cautious of that and make sure that what they consider to be hardship is truly hardship and not just them seeking more luxury and ease. الرمي بالليل مشروع بدل ما ترمي قبل الزوال تعال براحتك إذا كنت مقيم في فندق في مكة وتعال وترمي بالليل يعني الرمي بالليل مشروع ليس هناك ما يدل على منعه واعلم أن كلا من المبيت بمنى والرمي وجب مستقل من فاته هذا وذاك يلزمه دمان دم عن ترك المبيت بمنى ودم عن ترك رمي الجمار وكما قلنا من شق عليه الرمي في اليوم الأول والثاني ممكن يرمي في اليوم الثالث عن اليومين الماضيين فمعنى رخصة وتوسعة أيام التشريق كلها وقت للرمي لكن من أراد أن يتعجل في يومين عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس لأن إذا غربت عليه الشمس في منى في اليوم الثاني عليه أن يتأخر لليوم الثالث إلا إذا جهز نفسه حزم حقائبه ووضع نفسه في طابور المغادرين لكن الزحام منعه من الخروج في هذه الحالة لا يلزمه أن يرجع بل يكمل خروجه متى ما تمكن من ذلك بعض الناس يوم العيد يرمي ويسافر حج سريع جدا جدا ده طب انت تقدر توكل غيرك في الرمي لو احنا قلنا ان فيه توكيل في الرمي بس من ذا الذي سيطوف نيابة عنك ومن ذا الذي سيسعى نيابة عنك يلزمك أن ترجع وإن رجعت إلى الصين ترجع تاني إلى مكة عشان تكمل حجك بالطواف والسعي من سافر إلى بلده بعد رمي جمرة العقبة يلزمه أن يعود للطواف والسعي لا يتم حجه إلا بذلك أما إن كان قد طاف أو سعى فعليه دم لترك الرمي وترك المبيت بمزدلفة ودم لترك طواف الوداع ويكون آثما بهذا التفريط
ناس سبع نجوم سيفن ستارز يريدون ان يرجع الى بلد يوم العيد. خلاص انا يوم العيد اديت الواجب، عملت ايه يا عمي؟ قال انا الحمد لله رميت جمرة العقبة الحمد لله، حلقت او قصرت الحمد لله، وكمان طفت وسعيت، عايزين مني ايه؟ انا ماشي شوف شغلي واولادي واللي ورايا. قول له بس انت تركت ثلاث امور، انت تركت المبيت بمنى ليالي ايام التشريق، وتركت رمي الجمار في ايام التشريق، وتركت طواف الوداع. بعليك رمي عن الاولى ودم عن الاولى وعن الثانيه وعن الثالثه، وهذا العمل عبث. انت لست جادا ولست معظما لشعائر الله عز وجل، انت جئت هذه الايام لتنقطع لعبادة الله تعالى. هذه العجلة بتهرب منه رايح فين؟ انت بتهرب ليه مش تهرب منه؟ علامة يعني تكون آبقا على سيدك كالعبد الآبق على سيده. ففروا إلى الله، ما من أحد إلا إذا خفت منه فررت منه إلا الله جل جلاله، فإنك إذا خفت منه فررت إليه. تفضل يا حبيب. So if a person wants to cast, because we were talking about casting the jamarat after the zenith, if a person wants to cast in the night, then that is perfectly fine. So if, instead of a person going and trying to beat the crowd by casting in the morning, that a person can cast in the night. And the reason is because there is nothing that indicates that casting in the night is prohibited. So a person casts in the night, and that is something that's allowed. And spending the night in Mina and casting the stones are two completely independent items. And so if a person skips casting the stones as well as spending the night in Mina, then they don't offer one sacrifice because they are two independent rituals. And so that person would actually owe two sacrifices because of that, or two offerings would be owed. If a person intends to leave and the night reaches them, then they must stay unless they were delayed because of outside factors. So if a person is intending to leave on the 12th or what have you, and then the night reaches them, then they are obligated to stay that night unless it was something that was outside of their factors. So the Sheikh mentioned if a person's been, for example, in a long line and they've been waiting and they haven't been able to get out, then they continue, even if the night has reached them, they continue to exit and to go on and to begin their journey. Some people on the day of Eid, they cast their stones and leave. And he said that, can you delegate it? Yes. Can you delegate the casting of stones? Yes, you can. But that person who simply on the day of Eid wants to leave, what about their sa'i and their tawaf? Who will they delegate their sa'i and their tawaf to? And the Sheikh mentioned that even if a person were to travel and they were to hop on a plane and go to China, that person would still have to return. No matter where they go, they would still have to return to complete their Hajj. Their Hajj is not complete until they make their sa'i and until they make their tawaf around the Kaaba. What if they make their tawaf and their sa'i and then they leave? Then they have to pay their offerings for the rituals that they still did not complete, and they are sinful for that. The Shaykh gave the example of some people who want a seven-star Hajj, meaning that they, on the day of Eid, they do all of the actions to get them out of the minor state of pilgrimage, and then they make their tawaf and they make their sa'i. And they said, we've done all of this on the day of Eid and I want to leave. What more do you want from me? I casted my stones, I shaved my head, I made tawaf and sa'i, I offered my sacrifice. What more do you want? The Shaykh says, you still left three things: spending the nights in Mina, casting the jamarat, and making the farewell tawaf. These things are still owed. These things are still owed. Now, can a person simply pay blood money for them? Yes, that person can pay blood money for them. But the Shaykh said, this is a type of playing of a game, or this is a type of abath or idleness, or you are coming not so that you can be in and out. You are coming so that you can have this spiritual experience and this spiritual journey. You are fleeing to Allah and not fleeing from Him. And everyone who, when you fear them, everyone when you fear them, you flee away from them. Except for Allah subhanahu wa ta'ala, who when you fear Him,
you flee towards him. بقير كلمة بالنسبة للمرأة الحائض. كيف تتصرف إذا فجأها الحيض أثناء الحج؟ وتعليق يسير قبل هذا بمناسبة الحديث عن هذا الذي يريد أن يسافر يوم العيد ويريد أن يستنيب من يرمي عنه الجماعات. ما ينفعش، لأنك لابد أن تكون مقيما في منى لكي تنيب عنك من يرمي الجمار. إذا مشيت، إذا سافرت، فقد وجب عليك أن تجبر ذلك كله بدم، دم من أجل ترك المبيت، ودم من أجل ترك الرمي، ودم من أجل ترك طواف الوداع. بالمناسبة، رخص للمرأة الحائض إذا أدت أعمال الحج وجاءها الحيض، فهي يسقط عنها طواف الوداع ما دامت قد أدت أعمال الحج كلها وما بقي منها إلا طواف الوداع. لكن ما ينفعش تستجلب الحيض لكي تسقط طواف الوداع. في ناس تاخد دواء لتأخير الحيض، وعكس كده تاخد دواء لاستجلاب الحيض لكي تحيض لتسقط طواف الوداع. هذه تعامل بنقيض قصدها، فيظل الطواف واجبا وإن جاءها الحيض لأنها سعت إلى خلاف ما قصده الشارع بذلك. طيب، نحن الآن أمام حائض جاءها الحيض في أول أعمال، في أول مواقف الحج، في أول أعماله، تمضي في حجها وتفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، تؤخره إلى أن تطهر. افترض نحن أمام حالة حادة جدا، مرتبطة برفقة مسافرة بموعد حجز وناس مسافرين، ويستحيل تستطيع أن تؤخر الحج، أن تؤخر السفر، وأن تؤخر الركبة كلها. ماذا تفعل؟ هذه الأرض وهذه السماء، ما أستطيع أبقى وحدي، استحالة. وسافر بغير طواف، لا يزال الإحرام قائما ولا يزال الحج لم يكتمل. في هذه الحالة في رخصة عند الحاجة الماسة الماسة أن تطوف رغم كونها حائضا، إذا لم يكن أمامها من خيار إلا ذلك. لا ينبغي للحاج أن ينفر من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت. والنساء والرجال في ذلك سواء، إلا المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع كما قلنا، لكن طواف الوداع آخر حاجة. ما ينفعش تطوف وداع تنزل تعمل شوبينج وتروح تنام 7-8 ساعات في الفندق وتريح ونبقى نمشي بالليل الساعة 2. لا، ده آخر حاجة طواف الوداع. لا يوجد شوبينج بعده إلا حاجة وانت ماشي على الطريق، سندويتش، يعني إزاية مية، علبة عصير على الطريق. إنما تعمل طواف الوداع وترحرح وتعمل شوبينج وريلاكس، مش هو ده طواف الوداع. آخر عهدك بالبيت هو طواف الوداع. بارك الله فيك. بقيت كلمة أخيرة حول المدينة المنورة بعد الترجمة إن شاء الله. بالنسبة شيخ للطواف التي تطوف المرأة وهي حائض، أي طواف الحج؟ طواف الحج. So the Sheikh mentioned with regards to the menstruating woman, what happens if a woman is surprised by her menstruation? So she wasn't expecting it, it's unexpected. If a woman has completed everything except the farewell tawaf, and this is the last tawaf that a person makes before they leave, then she does not have to perform it. And it is not something that she is sinful for or an expiation for, except if she takes that which will initiate the menstruation because she wanted to avoid it. So the Sheikh said, just like you can take something to delay your menstruation, you can take something to initiate it. And so if she took something to, or she did something to initiate the menstruation just so that she can avoid it, then it goes completely against her intention, and then she becomes, or that tawaf becomes due. However, what can she do then? What if the tawaf is the tawaf of Hajj? Not the farewell one, but the tawaf of Hajj. Number one, if she
if it's something that she, the Sheikh said that there is a concession that is made for that woman, and that is that she can actually make the tawaf, that particular tawaf, while she is in a state of menstruation. Because she cannot leave, if she can delay it, that she delays it. But if she's in a state, for example, where she can't delay it, she's, the group is waiting and she has to travel back or what have you, then she can perform that tawaf because she can't delay it at all. The default is she delays it until she is pure. But if she cannot delay it and she must leave, then there is a concession that she makes that tawaf while she is menstruating. Now back to, away from tawaf of Hajj, back to the farewell tawaf. The Sheikh said that the last thing that a person should do when they are in the state of pilgrimage, the last thing that they should do before leaving and journeying back to their homelands is that tawaf. And a person should not, for example, go make tawaf and then go spend the day shopping, or make tawaf and then go back and rest and recuperate in their hotel for a number of hours. That person, the last thing that they should do is make tawaf and begin their journey onwards away from the Holy Land. بقيت محطة أخيرة، محطة السفر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ابتداء ليس هذا من جملة مناسك الحج، لكن ينبغي لمن زار بلاد الحرمين أن يضع في جدوله أن يشد الرحالة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعد أن يركع ركعتين في المسجد، وإن استطاع أن يجعل ذلك في الروضة الشريفة فعل، ثم يأتي القبر الشريف بعد هذا لكي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، مستحضرا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه، مستحضرا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فكما لا يجوز أن يرتفع صوت في حضرته عليه على صوته في حياته، لا يجوز أن يرتفع صوت عند قبره بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. المزارات الشرعية في المدينة زيارة المسجد النبوي، وزيارة البقيع بجوار المسجد النبوي مباشرة، وزيارة شهداء أحد، وزيارة مسجد قباء. وفي زيارة مسجد قباء أجر عمرة، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وركع فيه ركعتين فله أجر عمرة. ما وراء ذلك مزارات تاريخية وليست مزارات شرعية. هل احنا نعملها لكي نؤجر عليها بقصد التنسك والتعبد؟ المسجد النبوي، البقيع، شهداء أحد، مسجد قباء. ما وراء هذا؟ زر ما شئت، لا يمنعك من زيارة أحد، زور مسجد القبلتين كذا كذا، افعل ما شئت، لكن هذا ليس من جملة مناسك الحج، هذه مزارات تاريخية وليست مزارات شرعية. وبهذا نكون قد جئنا إلى نهاية هذه الدورة. أن أعطي فرصة في أخت سألتنا سؤال، أرجو أن تكون لا تزال موجودة بيننا، حول النيابة في الحج، ونشوف إذا في سؤال ثاني بإذن الله. So the last point here is the journeying to Medina. And visiting Medina is not one of the rituals of Hajj. However, a person should put in their program and in their calendar that once they reach these holy lands, that a person visits and makes some time to visit the Masjid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And after entering into the Masjid and praying two rak'ahs, and if they can make those two rak'ahs in the Rawda of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then even better. And the Rawda is the area between the Prophet sallallahu alaihi wasallam's minbar and his grave. Then even better. And that they then, after praying those two rak'ahs, that they come upon the visitation of the blessed grave of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, as well as the graves of his two companions Abu Bakr and Umar, being cognizant and aware of the awe and reverence that is due to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam while approaching his grave
even as if you see him, and remembering the words of Allah subhanahu wa ta'ala, who said, oh, you who have believed, do not raise your voices above the voice of the Prophet, or be loud to him in speech like the loudness of some of you are to others, lest your deeds become worthless while you perceive not. And just like it's not permitted for you to raise your voice over the voice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam while he was alive, that you don't raise your voice at his grave or in his masjid. As for visitation of Medina, then the places that are religious visitations in Medina are four places. The first is the Masjid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And two is Baqi', which is the graves and the cemetery that hosts the bodies of many of the companions. And the third is the martyrs of Uhud. And the fourth is the Masjid of Quba. And the Masjid of Quba, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that whoever purifies themselves in their house, whoever performs ablution in their house, and then goes to the Masjid of Quba and prays two rak'ahs there, will receive the reward of a umrah. As for everything that's other than that, these are all historical sites in Medina. They are not religious in their significance, in the sense that they are not acts of worship by you going there. As for the ones that are of religious significance, they are these four. As for the ones that are ritualistic, are four: the Masjid al-Nabawi, Baqi', Uhud, and Quba. Everything other than that is historical sites. And that concludes the workshop. However, we're going to open the floor for questions and answers. And the Sheikh mentioned for the sister who had asked her initial question, inshallah. أختنا سألت قالت ماذا عن النيابة في الحج؟ لو أن رجلا أراد أن ينيب غيره في الحج إما لأنه مريض مرض مزمن أو لأنه قد انتقل إلى رحمة الله فأراد أحد أبنائه أو أحد ورثته أو حتى أحد أصدقائه أن يحج عنه، لا بأس في أن تحج عمن سبق إلى لقاء ربك عز وجل، أو عمن أقعده المرض المزمن الذي لا يرجى له بر، أو أعجزته الشيخوخة أو الكبر عن أن يؤدي مناسك الحج، لا حرج أن تؤدي الحج عنه إن كنت قد حججت عن نفسك، أو أن تستنيب من يفعل هذا ولو أن تدفع له مبلغا من المال، لا حرج أن تدفع مبلغا من المال إلى من يحج نيابة عنك إذا كان قد حج عن نفسه. ويحسن أن تختار من طلبة العلم من يحسن أداء المناسك حتى يؤديها على الوجه الذي تبرأ به الذمة ويرجى معه أن يتقبلها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سمع عيرا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ فقال أخ لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. امرأة في حجة الوداع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فالحج لا يجوز عن القادر المستطيع اللي عنده عافية وصحة، ما ينفعش ينيب عنه حد. لكن إذا أقعده الكبر والشيخوخة أو أقعده المرض المزمن الذي لا يرجى له بر، فلا حرج في أن يستنيب من يحج عنه نيابة عنه إذا كان قد حج عن نفسه. So the Sheikh said, the question with regards to performing Hajj on behalf of others, if a person, for example, wants to perform Hajj on behalf of someone who had a debilitating sickness in which it is not expected that they will ever be able to perform Hajj again, or a person who has become old, in which case it's not expected that they will have the energy to perform Hajj again, or a person has gone on to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, a person has passed away. In which case, it is allowed for you to perform Hajj on behalf of all of those on the condition that you have performed Hajj for yourself. Or even that you delegate it to someone else that they perform Hajj, as long as they have performed Hajj for themselves. And there's nothing wrong with even hiring someone or paying someone to perform Hajj, as long as they have performed Hajj for themselves on behalf of that individual that you had wanted. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam had heard a man say, oh Allah, here I am declaring my intention for Hajj on behalf of Shubruma,
And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, well, who's Shubruma? He said, he's a brother of mine. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, and he said, did you perform Hajj for yourself yet? And he said, no. He said, well, then do Hajj for yourself first, and then do it for Shubruma. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed for Hajj to be done on behalf of that person, but he first made the condition that that person have done it for himself. And a woman came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the farewell Hajj, and she said, O Messenger of Allah, the obligation for Hajj came down, and by the time it was revealed, my father had already become an old man, and he can't sit properly on a mount. He can't sit on a mount. So can I make Hajj on his behalf? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, yes. And so it is allowed. So al-akhar, fadal. Staying in Mina in night, it has to be from Maghrib till Fajr, or you can stay part of the night? You can stay the majority of night, not from Maghrib until Fajr, but the majority of night. Yes. يجوز لك أن تبيت في منى معظم الليل. افتح عليك. هذه من العجائب. ما شاء الله. نعم تفضل يا حبيبي. بالنسبة بحج عن والده. ايه. نعم حبيبنا ذكرنا أنه يجوز للشخص أن يحج عن والده ما دام قد حجه عن نفسه حتى ولو كان الوالد قد أدى حجة الفريضة يؤدي حج التطوع عن والده جائز لا بأس أن يحج عن والده تطوعا أو أن يحج عنه لأنه لم يحج سلفا الأمر في ذلك واسع المهم أن يكون قد حج عن نفسه بارك الله فيك أي يس سيستر Even if you give the money, it's still a fard hajj. So here, yeah, like do you have to donate the money to them, and they, or like you pay, but on their behalf. Okay. You have to donate it to them, or even with, like, if I pay for my children, they're adults. Is that a fard hajj, or they still have to do their hajj with their own money, which they earn? Okay. So the question that she is asking is if. She's asking if the. So hold on. Okay, one both second, both one Arab second, and English, inshallah. Also. So the question that she is asking is if a person is sponsoring their children's Hajj, is that then acceptable as the obligatory Hajj for the children if they are adults? So they are over 18, or sorry, they are adults, and their parents sponsor their Hajj, is that still a valid and obligatory Hajj for them? قلها بالعربية حد يفهمها إخوانك تسأل أختنا فتقول لو أن أبا موسرا يعني أراد أن يتكفل بنفقات حج أولاده البالغين هل هذا يسقط عنهم حجة الفريضة؟ الجواب نعم لا يلزم على الحج لا يلزم الحج أن يحج من خالص ماله ما احنا قلنا قد يأتي الحج هبة من جهة من الجهات من مسجد من المساجد لا بأس ما دام الشخص بالغا وأدى الحج على وجهه فقد سقطت عنه الفريضة سواء حج من ماله الخاص أو بذل له هذه المال من جهة أخرى لا فرق يلا قلها Do you have another question? لا لا هي ما سمعش الجواب Oh, sorry. Okay, okay. So the Sheikh is saying that it's absolutely fine, just like we said, that if a person's Hajj could be sponsored, a person's Hajj could be gifted. So there's absolutely nothing wrong with a parent sponsoring the Hajj of their own children. As long as they are adult, yeah. As long as they're adult. Children, it's okay, but it will not consider as Hajj al-Farida. If they are prepubescent, yeah. then it's not considered the obligatory Hajj. غيره. Another question? Yes. Alhamdulillah. If somebody has bought a house with a loan and they haven't paid off the loan, it's in 10, 15, whatever years, but they have somebody being saved on the side and want to perform Hajj, is that okay or
it is okay to go to Hajj because it is not immediate debt. So the question is, if a person has a mortgage or a loan that's not an immediate debt, can they still go to Hajj? And the Sheikh said, yes, it's okay. It's an immediate debt. It's not an immediate debt. It is not immediate. Yeah. Another question? Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله. إن شاء الله غدا ساعة كم يا شيخ؟ ساعة 12 عندي دورة على الحج أونلاين مرة أخرى تتابعونها من بيوتكم. غدا الساعة 12 دورة عن الحج أيضا تتابعونها من بيوتكم من منازلكم لا تحتاجون إلى شد رحال. كل عام وأنتم بخير. So tomorrow at noon there's another workshop on Hajj that you will be able to follow online. You won't have to come here. You can watch from the convenience of your own home. The website is? What's the website? Lokht Sahar. Which website? For the Hajj workshop. Tomorrow. Okay. Okay. She'll send an email inshallah. Okay. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأتم لكم نسككم وبارك خطواتكم هذه وجعل في موازين حسناتكم جميعا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد اللهم أمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم